عايز اكلمك او اسالك مين اللاعب الناشئ من اللي رؤيتك بقى الفتره اللي فاتت اللي الزمالك كسبه، واللعيب ده هيجي مع الماتشات وهيجي مع نادي الزمالك خلال المواسم اللي جايه من اللعيبه اللي شاركت، سواء محمد السيد سواء عمار سواء مجدي؟ هم كلهم بروميسنج واعدين بس بدرجات متفاوته. يعني عمار ياسر انا شايف ان هو بروفايل، شفنا كمان حازم اسامه ما خد ستايل كويس، وقت برضه في البلديه كويس. محمد السيد كورته حلوه وما بيهبش وعنده ثقه وبيلعب بحماس، وفي كده من 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 روح محمد شحاته لاعب الزمالك، عنده شخصيه في الملعب وجريء وما بيخافش. احمد مجدي احنا محتاجين المركز ده زي ما قلنا، لان احنا عندنا مشاكل في المركز ده. صحيح. طبعا برجوع الونش هتتحل مشكله جزئين، ولكن احنا هيظل عندنا احتياج لواحد واثنين وثلاثه في المركز ده، بعد يعني زي ما قلنا رحيل علاء ورحيل ياسر حمد، ويعني المسلوسي ده مش مكانه اصلا، فاحنا محتاجين فاحمد مجدي لاعب كويس، ولكن احمد مجدي محتاج شويه خبره لان المركز ده حساس شويه، المراكز اللي هي ليها علاقه بالمناطق الخلفيه والدفاع بتبقى حساسه. المباراه عن المباراه كمان هتلاقي اللعيب اداؤه بيعلى، بيزيد ثقه اكتر، بيبقى بيتقل في الملعب بلغه الكوره، لكن المؤشرات بتقول ده لعيب جيد. لعيب جيد ولعيب يعني فاهم مهام مركزه، مهم قوي عند اللاعب ان هو يبقى مستوعب مهام مركزه وعارف. ما ده بقى التاسيس بقى اللي بيرجع طبعا لقطاع الناشئين والمدربين المحترمين اللي موجودين عندنا في النادي، وان هو بيبقى ثابت دور في بعض الكلام ده. اللعيبه بيبقى عندهم شويه عشوائيه في مركزهم، بيلعب شويه هجوم وشويه صحيح، في لاعب بيبقى ثابت ومركز قوي في مركزه حافظ مركزه، فبيبقى حافظ مركزه. صحيح. فدي بتبقى ميزه. طيب. محمد صبحي كان ليا لقاء معاه بعد نهايه الكونفدراليه، قال لي كان لسه حتى يعني في تجديد عقد ومجدد، قال لي هتشوفوا محمد صبحي بشكل تاني الفتره الجايه، وده اللي فعلا احنا بنشوفه الفتره الحاليه. محمد صبحي يعني متالق بشكل كبير جدا وليه دور كبير جدا مع نادي الزمالك واداء نادي الزمالك الماتشات اللي فاتت. هو محمد صبحي اصلا حارس مميز، والزمالك لما تعاقد معاه تعاقد معاه باعتباره حارس واعد يبقى خلف الكبار وقتها ابو جبل وجنش وعواد، فهو اعتقد اللخبطه اللي حصلت له يعني ممكن تكون عوامل خاصه به هو، ممكن تكون تاثر بالاعلام والسوشيال ميديا، ولكن هو حارس كويس ومع المنتخب الاولمبي كان حارس كويس، كان مرشح يكون حارسنا في اولمبياد طوكيو بس راح طبعا الشناوي. لعب في المنتخب لو تذكر لما حصلت سلسله الاصابات والشناوي اتصاب وابو جبل، لعب صبحي مباراه المغرب وكان ادى اداء هو تالق مع المنتخب الاولمبي لو تفتكر من البطوله اللي حققناها هنا في 2019 ولعب مع المنتخب الكبير كمان بقول لك في بطوله 2021 المباراه بتاعت المغرب الشهيره، وفتره فاركو برضو اديته برضو فتره فاركو لعب مع الزمالك، فهو حارس مميز، ولكن تم الضغط عليه شويه الفتره الاخيره، وممكن تكون هو عنده عوامل برضه كمان. خد بالك هو من الحراس القليلين في مصر اللي بيعرفوا يلعبوا برجليهم وبيوجد الكرات الطويله على اطراف الملعب زي ما انت بتشوف، هو برضه مميز في الحاجات دي. انت عارف قليلين قوي الاجوان اللي بيعرفوا يعني عمليه بناء الهجمه وان هو يلعب برجليه عادي زيه زي لعيب الكوره في الملعب. وهو كمان انا بحس انه هو يعني عنده انتماء لفانيله نادي الزمالك، وده برضه ليه ثمن عند اللعيبه. اللاعب اللي بيبقى حابب النادي وحابب تواجده في النادي ده لازم حابب ان هو يعلن عن نفسه، أو عايز يعمل حاجه، عايز يقول لك انا موجود، انا استحق ان انا ابقى موجود في المكان ده. وبعدين اعتقد حراسه مرمى المنتخب الوطني في الفتره الاخيره اعتقد هيبقى في فرصه للشباب، سواء مصطفى شوبير في الاهلي او محمد صبحي من الزمالك او جات، هيبقى في فرصه. هم المستقبل بقى ان شاء الله ال10 سنين الجايين باذن الله. الجيل القديم خلاص بقى يعني يعتبر خلاص ادى رسالته، ففي فرصه، فاعتقد هيبقى التنافسيه بين الجيل ده اللي هو جيل صبحي وجاد وشوبير هيبقى التنافسيه بينهم عاليه.